أحد أسباب زيادة الرزق عدم النوم بعد صلاة الفجر، والذي يؤلم أشد الألم أن الغربيين في أوروبا وفي أمريكا وفي أستراليا تبدأ الحركة الكثيفة بدءا من الساعة الخامسة صباحا. كنت قبل أسبوع في مدينة بفرنسا، والله الساعة التاسعة مساء ما وجدت إنسان في الطريق، ولا إنسان، في مدينة كبيرة ينامون باكرا لترتاح أجسامهم، وينهضون باكرا إلى أعمالهم ليركزوا في أعمالهم. نحن أحق بهذا منهم، نحن للساعة واحدة اثنتين ثلاثة، ما في شيء يبدأ قبل الساعة 12 ثانية، لا في المكاتب ولا في المحلات التجارية، كل شيء لسه المعلم ما أجا، للساعة 12 ما في حركة. هؤلاء الذين يعمل الواحد منهم 8 ساعات في بلاد نامية، يعمل الإنسان 27 دقيقة، وفي بلد آخر 17 دقيقة، وفي بلد آخر أقل من دقيقة. لا تصدق أن تستطيع أمة يعمل أفرادها بالدقائق أن تنتصر على أمة يعمل أفرادها 8 ساعات يومياً. فلذلك أحد أسباب زيادة الرزق عدم النوم بعد صلاة الفجر. أنا لا أمنع هذا إطلاقاً، ما في حكم شرعي. إذا إنسان صلى الفجر في جماعة واستلقى ساعة أو ساعتين، المقصود أن تباكر إلى الرزق. أحد علماء دمشق ألف أكبر موسوعة فقهية، 20 جزء تقريباً، وأكبر موسوعة في تفسير القرآن، أقسم لي بالله أن هذين الكتابين الكبيرين ألفهما ما بين الساعة 4 صباحاً والساعة 8 وقت الفجر. وأنا أقول لكم والله الذي أنجزه أحياناً بعد صلاة الفجر إلى الساعة 8 يزيد عن 4 أضعاف ما أنجزه أثناء اليوم. بورك لأمتي في بكوري. عود نفسك أن تنام باكراً، تنام باكراً تستيقظ على صلاة الفجر وكأنك حصان نشيط. هذا وقت البركة، وقت التجلي، وقت الرحمة. لو يعلم الناس ما في العتمة والفجر لأتوهما ولو حبواً، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. سيدة فاطمة مر بها النبي الكريم وهي مضجعة، فقال: يا بنيتي قومي اشهدي رزق ربك ولا تكوني من الغافلين، فإن الله يقسم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. مرة ينبغي أن ألتقي مع إنسان، قال لي: الساعة 6 صباحا في مكتبه. لفت نظري الساعة 6 صباحا، هذا وقت لم يألف الناس أن يلتقوا به. قال لي: أنا كنت صغيرا وكان أبي يوقظني لصلاة قيام الليل كل يوم، فألفت هذه العادة، أنا قبل الفجر بساعة أستيقظ وأبقى إلى المساء وأنام باكرا. لو أخذ قرار الواحد سهر، قيل وقال وكلام فارغ وغيبة ونميمة حتى الساعة 1، في معظم الأيام تفوته صلاة الفجر. وإذا إنسان فاتته صلاة الفجر كمن بال الشيطان في أذنه. وفي حديث يقول عليه الصلاة والسلام: إذا صليتم الفجر فلا تناموا عن طلب أرزاقكم، فإن هذه الأمة قد بورك لها في بكورها. والدعاء النبوي: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان عليه الصلاة والسلام إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار. لا تناموا عن طلب أرزاقكم فيما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس، باكروا طلب الرزق والحوائج، فإن الغدو بركة ونجاح. أيها الإخوة، بند آخر من أسباب زيادة الرزق
التوسعة على العيال. التوسعة على العيال أحد أسباب زيادة الرزق. يقول عليه الصلاة والسلام: إن مفاتيح الرزق بإزاء العرش، ينزل الله للعباد أرزاقهم على قدر نفقاتهم. الذي يوسع على من حوله يوسع الله عليه، يلي يتولى ما تحتاجه أخواته الفقيرات يوسع الله عليه، الذي يتولى جيرانه يوسع الله عليه، الذي يتولى الفقراء والمساكين يوسع الله عليه. بقدر ما تنفق يأتيك الرزق، تضيق يضيق عليك، توسع يوسع عليك. ينزل الله للعباد أرزاقهم على قدر نفقاتهم، فمن كثر كثر الله له، ومن قلل قلل الله له. والحديث القدسي: أنفق أنفق عليك، يد الله ملأى لا تغيضها، أي لا تنقصها، نفقة سحاء الليل والنهار. حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبير إمساك تضيق، فأخذ بعمامته فجذبها إليه وقال: يا ابن العوام، أنا رسول الله إليك وإلى الخاص. يقول الله عز وجل: أنفق أنفق عليك ولا ترد فيشتد عليك الطلب. إن في هذه السماء باباً مفتوحاً ينزل منه رزق كل امرئ بقدر نفقته أو صدقته ونيته، فمن قلل قلل الله عليه، ومن كثر كثر الله عليه. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: يا عمران، إن الله تبارك وتعالى يحب الإنفاق ويبغض الإقتار، فأنفق وأطعم ولا تصرر صراً فيعسر عليك الطلب. وعن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: السخاء شجرة من شجر الجنة، أغصانها متدليات في الدنيا، من أخذ بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى الجنة. والبخل شجرة من شجر النار، أغصانها متدليات في الدنيا، من أخذ بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى النار. أنفق أنفق عليك، أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالاً.